بنصبح على كل مشاهدينا يوم جديد كله أمل وتفاؤل وتجديد عهد، تجديد عهد مع بلدنا وتجديد عهد مع شعبنا العظيم بالحفاظ على الحق في البقاء، إن ده هدف استراتيجي لمصر ولشعبها، إن هي تبقى إلى أبد الآبدين وتبقى بحدودها المعروفة عبر التاريخ، وسينا العظيمة دايما في هذه الحدود ودايما في حضن الوطن الأم مصر. 25 إبريل 2024، النهاردة الخميس، بنسعد وبنفخر ان احنا معاكم النهاردة في بداية اليوم ده، الحلقة خاصة جدا كلها عن الاحتفال بسينا والاحتفال بالحفاظ على هذه الأرض الطيبة الغالية المذكورة في القرآن الكريم واللي دايما إن شاء الله محفوظة بأمر الله. 42 سنة مروا من استردادنا لأرض سينا في 25 إبريل من عام 1982، وربنا يحفظ دايما بلدنا، وكل التهنئة للشعب المصري باليوم ده اللي زي ما قلت في البداية بيعتبر عهد جديد. كل يوم 25 إبريل بنعهده ونجدده لبلدنا وقائدنا ولكل يعني الناس الحريصة على هذا الوطن وهذا الشعب. النهاردة إن شاء الله زي ما قلت لحضراتكم هيكون يوم خاص، هنتكلم فيه بشيء من التفصيل عن اليوم العظيم ده، وبنوعدكم إن شاء الله كمان هيكون فيه دايما جديد بنقدمه لحضراتكم. فقراتنا مختلفة النهاردة، الأماكن السياحية والأسرية اللي موجودة في سينا، اتصالات هاتفية عن التنمية في سينا، وفقرتنا الرئيسية إن شاء الله هتكون مع الأستاذة الدكتورة رباب الشريف عميد كلية النانو تكنولوجي في جامعة القاهرة. وناس ممكن تقول الله النانو تكنولوجي احنا عايزين بنتكلم عن سينا وكده، هنكتشف في اللقاء ده وإن شاء الله حاجات يمكن هنسمعها معاكم ونقدمها لكم لأول مرة، إن النانو تكنولوجي كتقنية علمية جديدة وتطبيقاتها دخلة في الصناعة ودخلة في الزراعة ودخلة في نواحي كتيرة جدا في الحياة لإحداث تنمية مستدامة في سيناء. الموضوع ده الحقيقة مهم جدا وهنتكلم فيه بشيء من التفصيل مع أستاذة وعالمة كبيرة في فقرتنا الرئيسية النهاردة. طبعا مجموعة من الأغنيات ومجموعة من التقارير إن شاء الله نكون موفقين في اختيارها. هنخرج معاكم للأغنية دي مصر اليوم في عيد للفنانة الكبيرة شادية، وهنرجع إن شاء الله نستكمل فقراتنا وبنصبح عليك. اهلا بحضراتكم، رجعنا لكم مره تانية واحنا بنحتفل معاكم بالذكرى 42 لتحرير ارض سيناء العظيمه. لازم نوجه كل الشكر والتحيه لقواتنا المسلحه الباسله اللي دايما بتكون على خط النار للحفاظ على الهدف الاستراتيجي زي ما قلت في البدايه لهذا الوطن، وهو البقاء. ومع تغير استراتيجيات الحروب، وسمعنا في الفترة الأخيرة وتابعنا مع حضراتكم إن في حروب الجيل الرابع والخامس والسادس، لكن بتبقى حتى في التطورات دي الحروب التقليدية موجودة وعلى الأرض، ودايما الجيش المصري العظيم بيكون مستعد ويعني دايما على زي ما بنقول أهبة الاستعداد إن هو يدافع عن هذا الوطن ضد أي أخطار ممكن إن هي تقرب منه. للحديث عن هذا الموضوع بيسعدنا أن يكون معنا العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية السياسية والاستراتيجية. بنصبح على حضرتك يا سيادة العميد. صباح الخير يا دكتور حازم، تحياتي لحضرتك وفريق العمل وجمهورك الكريم، اهلا بيك. يعني يمكن حضرتك سمعتني وانا بتكلم عن يعني ان ازاي قواتنا المسلحه بتبقى دايما مستعده لانها تدافع عن هذا الوطن ضد اي مخاطر ايا ما كان شكل الحروب. يعني كنا دايما بنسمع من حضرتك وانت استاذنا يعني ان، وطبعا من اساتذتنا الخبراء الاستراتيجيين، ان الحروب شكلها اتغير، لكن بنفاجأ من اندلاع الحرب الأخيرة على غزة ان الحروب التقليدية بتعود مرة اخرى ومخاطرها موجودة على الأرض.
إزاي قواتنا المسلحة دايما مستعدة لأي شكل من أشكال المخاطر اللي ممكن تقرب من هذا الوطن؟ بالفعل هو يمكن احنا لما كنا بنتكلم على حروب الجيل الرابع كانت الفكرة جديدة، ودايما هي احنا كنا بنقول حروب الجيل الرابع الغير متماثلة. غير متماثلة يعني جيش نظامي بيحارب ميليشيا او مسلحين. صحيح. الجيش المصري جاهز لكل الاشكال الحرب، سواء كان جيل رابع او سواء كانت الحرب دي بتتم في مناطق مفتوحة او في مناطق مزروعة او مناطق جبلية او مناطق صحراوية، سواء كان اللي بيقوم بيها يعني طرف يمثل طرف متماثل يعني جيش قدام جيش، او الطرف الاخر بيمثل اللي هو الطرف الغير متماثل يعني. ولان يعني الجيوش المحترمة بتدرك انها لا تختار لا شكل العدو ولا يعني ميدان المعركة ومسرح العمليات ولا بتختار التوقيت. صحيح. فبالتالي بتكون جاهزة متدربة. وفكرة برضو يعني الفترة الأخيرة يعني آخر مثلا 15 سنة من كتر ما احنا بنحكي ففي بعض المفاهيم بقت ملتبسة عند الناس. يعني مثلا بنحكي على الدرونز، فهل الدرونز بديل على الطائرات زي الرافال والسخوي واليورو فايتر تايفون الاف 16 و15؟ لا طبعا. صحيح. لكن هي الجامعات عشان مش بتبقى قادره تشتري الطائرات الكبيره بتشتغل درونز، فبتجبرنا انا عشان هي تعتبر يعني تشكيلات ميكروسكوبيه، فبتضطر الجيوش انها تشتري درونز عشان تتعامل مع مثل هكذا تهديد. هل الدبابة مثلا ما بقاش ليها قيمة؟ لا ليها قيمة. طب احنا في بعض المعارك زي ما شفنا في مسلسل الاختيار الناس بتترجل وبتنزل من المدرع وما بتستخدمش دبابات عشان الاخفاء ده وضع بيستخدم في حروب الجيل الرابع، لكن بيستخدم في حروب الجيل الرابع ايضا انك انت تبيد مناطق وجود تلك الجماعات بالطيران المجنح بالدبابات بالمدرع وهكذا. يعني اللي عايزين نقوله يا سيادة العميد ان ايا ما كان شكل المخاطر او التهديدات اللي ممكن تقترب من هذه القطعة الغالية من ارض مصر، فجيشنا المصري العظيم الباسل جاهز ليها تحت اي ظرف. بالفعل. لكن عشان نكمل الصورة، حروب الجيل الرابع مش جماعات بس طبعا، دي جماعه وفكره. الفكره بقى يبقى جاهزين في الاعلام وجاهزين صحيح بالنخب صحيح. يعني عشان نكمل الصوره جاهزين بالتنميه. ده حقيقي وده يعني اللي احنا بنعمله. نكمل الحرب مش يعني القوات المسلحه على فكره بتقوم بالدور العسكري، بتقوم بالدور التنموي. صحيح. ده جزء برضو من الحرب على الفكره، وده اللي احنا بنحاول دايما ان احنا وانشطة وخدمات حقيقة سيادة العميد بيقضي على الانكيوبيتورز على الحواضر. نعم. اللي تمثل بيها حاضنة للفكرة. نعم. اللي تخلي تنشأ جماعة وان الجماعة دي تحمل السلاح وتمارس حروب الجيل الرابع بما فيها الشق العسكري. يعني احنا نفسنا يكون يعني لينا لقاء مع حضرتك بقى على الهواء، تشرفنا نتكلم بشيء من التفصيل اكتر على الموضوع ده، لكن دايما بنقول ان احنا مستعدين مع قواتنا المسلحة الشعب والجيش دايما إيد واحدة لمواجهة كل هذه المخاطر والتهديدات، وخصوصا أن يعني الدولة كلها بأجهزتها من القيادة السياسية لكل الوزارات لكل الهيئات بتعمل على رفع الوعي للمواطن، وهي دي الحقيقة النقطة اللي دايما أي عدو بيحاول أنه هو يدخل لنا من خلالها. من الاتصال ده اللي بنشكر من خلاله العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية السياسية والاستراتيجية، وبنقدم كل التهنئة لقواتنا المسلحة ولشعبنا العظيم في المناسبة دي. هنروح معاكم لأشهر المعالم السياحية في سيناء، وهنروح لمكان من الأماكن الشهيرة الحقيقة مش فقط على المستوى المحلي لكن على المستوى العالمي، دير سان كاترين أبرز وجهات السياحة الدينية العالمية في مصر.
مدينة سان كاترين من أكثر مدن سيناء خصوصية وتميز لأنها أعلى منطقة مأهولة بالسكان في سيناء. على سفوح جبل سيناء تلقى موسى الوصايا العشر من الله، ويقع أحد أقدم الأديرة في العالم، وبيعد مزار سياحي كبير تقصده الأفواج السياحية من جميع بقاع العالم. والدير بيحيط به سور عظيم، وبيوجد به حاليا بابين، أحدهما في الجدار الشمالي والآخر في الجدار الغربي. وبيضم السور عدد من الأبنية، منها كنيسة التجلي اللي بتعتبر تحفة معمارية وزخرفية رائعة، وكنيسة العليقة وهي أول بناء في هذا المكان. وأيضا بيوجد في هذا الدير المسجد الفاطمي ومكتبة الدير اللي بتعتبر أكبر مكتبة على مستوى العالم بعد مكتبة الفاتيكان. ومن هذه القلعة اللي قلنا بتعتبر ريفيرا مصر، اللي قلعة أخرى هي قلعة الجندي، أحد القلاع الحربية المنتشرة في جنوب سيناء. بتعد كنز أثري وتاريخي، وبتوضح عظمة جيش مصر من مختلف العصور. بتعرف أيضا القلعة باسم قلعة سدر وقلعة الباشا، بتقع في جنوب سيناء على بعد 70 كيلو في مدينة راس سدر، وبناها صلاح الدين الأيوبي، وبتقع على تل يصل ارتفاعه ل 2150 قدم فوق سطح البحر، بيرتفع 500 قدم فوق السهل المنبسط المتسع حوله من كل الجهات. التل له شكل فريد وموقع حاكم بيجعلانه على هيئة طبيعية ظاهرة بالعين المجردة من على بعد عدة كيلومترات، ومن يقف فوقه يكشف بالطبع أبعد مسافة من هذا الارتفاع الكبير. أنا لحضراتكم وإحنا بنتكلم عن الأماكن التاريخية والأثرية العظيمة دي اللي موجودة في أرض سيناء. مزيد من التفاصيل عنها من خلال الاتصال التليفوني مع الدكتور محمود حامد الحصري، مدرس الآثار واللغة المصرية القديمة جامعة الوادي الجديد. بنصبح على حضرتك يا دكتور. صباح الفل عليك وعلى كل متابعين حضرتك الكرام. كل سنة وحضرتك طيب وكل مصر بخير. عايزين يعني مزيد من التفاصيل عن الأهمية السياحية والأثرية والمزارات التاريخية اللي موجودة في هذه الأرض المباركة سيناء العظيمة. طبعا احنا بنقول لكل الشعب المصري كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عظيمة طبعا، وهي الاحتفال بيوم 25 ابريل طبعا اللي هو العيد القومي اللي استردت فيه مصر ارض سيناء بعد صراع طويل بينها وبين اسرائيل. نعم. الكلام ده كان عام 1982. وطبعا احنا لو هنرجع بعصور القديمه لسيناء، فسيناء طبعا الانسان المصري القديم استوطن سيناء منذ العصر الحجري القديم الاعلى، قبل الاسطوانات نفسها كان في استيطان في سيناء، وشواهد الاستيطان دي كانت موجوده في العصر الحجري الحديث والنحاسي والبرونزي والدوله القديمه، وكان في برضه صله وثيقه ما بين سيناء ووادي النيل في هذا التوقيت. عشان كده سيناء حضرتك لعبت دور مهم في ان هي تكون بوابه مصر الشرقيه. طبعا فيها معالم اثريه وسياحيه، عندنا وادي المغاره وسرابيط الخادم، وكانت منجم للمواد الخام طبعا في النحاس والفيروس طبعا اللي كانوا المصريين القدماء بيجيبوا منه اللي هم بيحتاجوه. وطبعا سينا برضه انا عايز اقول على حاجه مهمه جدا، ان سينا في النصوص المصريه القديمه كان ليها اسماء كتير جدا، يعني مثلا حضرتك اتعرفت ان هي اسمها طامفقات يعني قصر الفيروز، وكان اسمها برضه في تيومفقات اللي هي مدرجات الفيروز. في النصوص المصريه القديمه يعني أيوة فندم من كم الف سنه الكلام ده؟ ايوه يا فندم، وخاصه مفقات اللي هي صحراء الفيروز وطاش كسمت يعني ارض المعدن الاخضر، واسم سينا نفسه مشتق من اسم اله القمر لدى الساميين اللي هو الاله سين. وطبعا قامت عده بعثات اثريه هامه فيها، واحنا طبعا عندنا المواقع الاثريه في سينا بتتقسم لمواقع اثريه في شمال سينا ومواقع اثريه في جنوب سينا. يعني احنا مثلا هندي عندنا في شمال سينا طبعا الانطره وابو صيفي وتلال حبوه اللي هي صاروا وتل البرج والغابه، وعندنا مثلا تل الخروبه، وعندنا طبعا في طريق حرس الحرب المهم جدا اللي كل الغزوات اللي سلكت مصر وجات او خرجت من مصر كلها سلكت هذا الطريق، وعندنا موقع اثريه اخرى، عندنا برضو جنوب سيناء، عندنا سرابيط الخادم اكيد يعني هو الحقيقه وادي المغاره وعين موسى، وعندنا قلعه صلاح الدين الايوبي يا دكتور، وعندنا دير سانت كاترين، وحاجات جميله جدا، معالم اثريه وسياحيه هامه جدا. يعني الحقيقه احنا الهدف من دكتور محمود من الكلام اللي احنا بنقوله ده
إن بنثبت من الناحية التاريخية الأثرية العلمية إن هذه الأرض هي أرض مصرية منذ فجر التاريخ وحتى الآن بالآثار الموجودة عليها. كده النشاطات واللوحات الأثرية والنصوص المصرية القديمة اللي تركها الملوك في سيناء. يعني احنا حضرتك لو انت بصيت في الأسرة ال11 وفي الدولة الوسطى الاهتمام بتاع أسماء الملوك نفسها موجودة على طبعا على ما ده اللي انا بقوله يا دكتور. ده اللي انا يقول ان مصر ان سيناء دي أرض صحيح. مصرية خالصة منذ أقدم العصور حتى وقتنا صحيح. الحالي يعني طبعا مصر لما احنا طبعا استردينا مصر استردينا سيناء في 1982 يمكن احنا طبعا بعدها طابة يعني حصل خلاف بين مصر واسرائيل بعد ما احنا بعد الانسحاب النهائي الاسرائيلي من سيناء كان 1982 حصل صراع ما بين مصر واسرائيل حول طابة. واضح يا دكتور طبعا الكلام. دكتور محمود حامد المصري مدرس الآثار واللغة المصرية القديمة جامعة الوادي الجديد، كل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة. عيون موسى مثلا وكهوف حمامات فرعون من أبرز المزارات السياحية في سيناء. منطقة أثار عيون موسى واحة صغيرة من نخيل في سهل رملي، وبواحة عيون موسى حوالي 7 آبار، 6 منهم غرب طريق نفق شرم الشيخ وبئر آخر شرق الطريق. الآبار دي فيها مياه فوارة مائلة للملوحة استخدمت في ري البساتين، وكمان في العيون دي مياه كبريتية، والموقع واعد وجاذب لأنواع السياحة المختلفة ومنها السياحة الدينية، وبتعتبر عيون موسى واحة غناء وسط الصحراء. هنخرج مع حضراتكم للفاصل ده. وطبعا عندنا ايه يا جماعة عندنا ايه طيب عندنا برضو يعني بعض الأماكن الأخرى، منها سبب تسمية سيناء بأرض الفيروز والسر في سرابيط الخادم. معبد كبير بيقع على حجر رملي بجنوب شرق مدينة أبو زنيمة في قرية الرملة محافظة جنوب سيناء، على بعد 50 كيلومتر من جبل بيسمى معبد سرابيط الخادم. ربما الكثيرون لا يعرفون سبب التسمية اللي أصبحت يعني معروفة جدا في العالم، وخاصة لهواة تسلق الجبال والباحثين عن الحضارة المصرية القديمة. سرابيط الخادم واحدة من أهم المناطق الأثرية والسياحية في جنوب سيناء، بتضم أهم الآثار القديمة زي معبد الإله حور وأكثر من 28 مغارة لتعدين الفيروز أعلى الجبل منقوشة عليها بالنصوص الهيروغليفية لحكام الدولتين الوسطى والحديثة. ونجد في بعض المغارات نقوش سيناوية بتعد أصل الأبجدية العالمية. يعني برضو من المهم ان احنا واحنا بنتكلم عن سيناء في اليوم العظيم ده نتكلم على انها واعدة من الناحية الاقتصادية بشكل كبير، ويعني هي فيها خيرات العالم كله، يعني زراعة، صناعة، تعدين، آبار بترول، كل اللي ممكن حضرتك تتخيله من مصادر موجودة في هذه الأرض. وده بيفسر لنا هي ليه عبر التاريخ كانت مطمع لكل القوى. مزيد من التفاصيل مع الدكتور نعيم جبر، دكتوراه الاقتصاد، المنسق العام لشؤون القبائل العربية. بنصبح على حضرتك يا دكتور نعيم. صباح الخير يا فندم. يعني سيناء الحقيقة أرض الخير دايما وأرض الخيرات. نتكلم بعض الشيء عن الموارد الاقتصادية العظيمة اللي موجودة في هذه الأرض. كل سنة طيبين. حضرتك طيب. أعياد تحرير سيناء. طبعا سيناء لو تكلمنا عنها لا تكفينا حلقة أو حلقات كثيرة جدا، لكن سيناء في الفترة الأخيرة شهدت يعني يمكن تطور كبير سواء كان في التعمير أو في التنمية. طبعا يمكن في ميناء العريش البحري لما تحول من الهيئة الاقتصادية أصبح ميناء يستوعب سفن كبيرة جدا، وأصبح في تصدير. احنا بنصدر دلوقتي من ميناء العريش الأسمنت، بنصدر برضو أيضا الرمل الزجاجي إلى كل دول العالم.
مستوعب او من يمكن فيه سفن كبير جدا يمكن ترسو في ميناء العريش البحري. ايضا في يمكن في تم تطوير ميناء العريش الجوي. دلوقتي يمكن كل ان الحاجات دي كلها هي يعني ادوات للتنميه الاقتصاديه الشامله اللي الشعب المصري كله يعني بيتمناها وبيشوفها بتتحقق يعني على خطوات يعني وقفزات جباره موجوده على ارض سيناء. تمام كده تمام. يعني كل التهنئه لاهالينا في سيناء. يعني اهالي سيناء الحقيقه دايما كان ليهم دور عظيم طوال يعني تاريخ الصراع الإسرائيلي مع مصر، وكان ليهم دور كمان في استرداد هذه الأرض. فكل التحية لأهالي سيناء الكرام. عندنا إيه؟ هنروح إيه؟ طيب هنروح مع حضراتكم مباشرة لعناوين الأخبار. والنهاردة طبعا الخميس 25 إبريل، هنستعرض معكم أهم هذه العناوين في صحافتنا المصرية الصادرة صباح اليوم. أولها إن شاء الله من أخبار اليوم: الرئيس السيسي يشدد على ضرورة وقف الحرب ويحذر من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية. من أخبار مصر: الرئيس يهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد. من الوطن: رئيس الوزراء يهنئ الرئيس والقوات المسلحة والشعب بمناسبة ذكرى تحرير سيناء. من الأهرام: رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية مقترح وثيقة السياسة الضريبية 2024-2030. من المصري اليوم: مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات تخص مدينة رأس الحكمة ضمن مخطط تطويرها. من أخبار مصر: مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مكتب متعدد الأنشطة بمدينة الضبعة. من أخبار اليوم: شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء. من اليوم السابع: رئيس الوطنية للصحافة يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى 42 لتحرير سيناء. من الوطن: خبراء استراتيجيون: الدولة وضعت خطط استراتيجية لتنطلق بسيناء من التطهير إلى التعمير. من جريدة الأهرام: البابا تودروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد تحرير سيناء 42. من اليوم السابع: محافظ القاهرة يشيد بجهود العاملين بمركز شبكات المرافق. من الشروق: المترو يطبق موعد التوقيت الصيفي صباح الجمعة. أخبار الطقس: أجواء شديدة الحرارة ونشاط رياح ودرجات الحرارة المتوقعة نقولها لحضراتكم، لكن خبراء الأرصاد الجوية بيتوقعوا طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الغربية، معتدل ليلا على أغلب أنحاء الجمهورية. الدرجات المتوقعة للحرارة العظمى والصغرى: في القاهرة العظمى 36 والصغرى 20، اسكندرية 24-16، مطروح 22-15، سوهاج 41-25، قنا 41-26، وأسوان العظمى 43 والصغرى 27 درجة. باستعراضنا لدرجات الحرارة بنكون وصلنا لختام هذه الجولة في عناوين الصحافة الصادرة صباح اليوم. هيكون عندنا الفاصل اللي جاي تقرير أرض الفيروز، وبعده إن شاء الله هنستقبل ضيفتنا على الهواء مباشرة الأستاذة الدكتورة رباب الشريف عميد كلية النانو تكنولوجي في جامعة القاهرة. سيناء مجرد ذكر اسمها يشعرك بالحنين إليها، لها مكانة كبيرة في قلوب المصريين، فهي قلب مصر وبوابتها الشرقية. سيناء أرض الأنبياء والأديان، تحتضن كل مقومات الجمال والطبيعة الخلابة. رمالها صفراء ذهبية ومياهها زرقاء فيروزية، تحتفظ بثروة هائلة من المعادن في باطن أرضها. إذا سألت أحد عنها يجيبك نعم، إنها أرض الفيروز. سميت سيناء بأرض الفيروز نسبة لكثرة مناجم الفيروز بها، وشكل فيروز سيناء لونه أخضر سماوي، ويعد من أجمل وأرقى أنواع الفيروز في العالم. تمتلئ سيناء أرض الخير منذ فجر التاريخ بالمعادن وخاصة أحجار الفيروز، لذلك سميت سيناء أرض الفيروز.
ففي منطقة آثار سرابيط الخادم منطقة وادي المغارة ومنطقة سهل المرخى حيث يوجد معبد الإله حتحور وهي إحدى أهم المعبودات المصرية القديمة والتي كان مركز عبادتها بمدينة دندرة بصعيد مصر ولها 5 معابد منهم معبد سرابيط الخادم بجنوب سيناء.